على بركة الله لتنافس يجمع مهور السنتين على مسافة 1400 متر، وقيمة الجائزة 78,000 ريال. 9 رؤوس من جهاد وافراس السنتين تتنافس مشاهدين الكرام في 5 أشواط الحفل الختامي. الانطلاقة لجاكلين في المركز الأول، جاسور في المركز الثاني، محاولات التقدم من هافانا في المركز الثالث، وكذلك محاولات من بقية جهاد وافراس السنتين تحسين مواقعها. والانطلاقة لجاكلين في ظهورها الرسمي الثاني في سباقات المصيف في المركز الأول، جاسور المركز الثاني، هافانا يتقدم للمركز الثالث، محاولات باذخ للتقدم مع ايضا رد النظر للحاق بابنة هيستوريك صاحبة الصدارة والمركز الاول جاكلين جاسور هافانا. مشاهدينا متابعينا الكرام، تقترب جهاد وافراس السنتين من اجتياز علامة 800، الان تأخذ المنعطف الاخير في هذا الشوط، ومحاولات رد النظر وايضا الباذخ من الخارج. مشاهدينا الكرام، جاكلين هافانا في المركز الأول، هافانا محاولات أيضا للمحامي للدخول وبقوة من الخارج، فيما جاكلين المحامي المرشح يأتي للمركز الأول، المحامي يحقق الصدارة مشاهدينا الكرام ويحقق المركز